هكذا كان منتشيا مختالا عندما دخل إلى القاعة الكبرى للكونغرس الأمريكي وكان حزبه مسيطرا على مجلسي الشيوخ والنواب. الآن لن يتمتع الرئيس الأمريكي ترامب بهذا النفوذ وهذه الثقة بعد نجاح الديمقراطيين في انتزاع مجلس النواب، مستغلين الأخطاء التي وقع فيها الرجل والسياسات والتشريعات والقرارات التي دفع بها رغم معارضة بعض أعضاء حزبه، ومنها إصراره على إلغاء نظام الرعاية الصحية أوباما كير والتشريع الضريبي وقوانين الهجرة وبنود الموازنة العامة. وقد حاورنا في الغد السيد جيم موران وهو أحد كبار المخططين في الحزب الديمقراطي وحدثنا عما وصفه بعملية التصحيح وإنقاذ أمريكا من الضياع. أمريكا لن تضيع ولدينا القدرة لتصحيح مسارنا. السيد ترامب استطاع أن يسلبها من قيمها وانتشر الخوف وزادت الفرقة بين مختلف أطياف المجتمع وهذا لا يعبر عن بلدنا. هذه النتيجة تعني أن أمريكا تتغير وحزب السيد ترامب وقاعدته التي هي من الأمريكيين البيض الأقل تعليما لا يمكنها أن تشكل مستقبلا مزدهرا. تداعيات كثيرة داخلية وخارجية سوف تنجم عن سيطرة الديمقراطيين على مجلس النواب، تبدأ داخليا من تمكنهم من عرقلة تشريعات يرغب في سنها ومرورا بقدرتهم على فتح تحقيقات عن مصادر ثروته والضرائب والرعاية الصحية، ونهاية باستطاعتهم بدء إجراءات رفع دعوى قضائية لعزله. وأما خارجيا فبإمكانهم فرض عقوبات على الدول وعرقلة الاتفاقات المبرمة مع أطراف دولية وفرض قيود على نشر قوات أمريكية في الخارج. وفي غضون ساعات من الإعلان عن نتيجة الانتخابات النصفية أطاح ترامب بوزير العدل الأمريكي جيف سيشن، وهو قرار كان الرئيس يتحين الفرصة لاتخاذه منذ أن أعفى سيشن نفسه من الإشراف على التحقيقات الجارية بشأن روسيا التي يجريها المحقق الخاص روبرت مولر. واختار ترامب هذا التوقيت بعد اتساع الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ بما يضمن إقرار المجلس لمرشحه الجديد لهذا المنصب. ومن ناحية أخرى أراد ترامب أن يثبت أن نتائج الانتخابات لم تفوت في عضده وأنه صار أكثر قوة. مرور عامين على فوزه كرئيس تزامن مع سقوط جسيم لحزبه. سياسة دونالد ترامب وقراراته لم تكلف الجمهوريين فقط خسارة مجلس النواب الأمريكي وإنما أفقدتهم أيضا ثقة الشارع الأمريكي. خالد خيري، الغد، البيت الأبيض، واشنطن.